سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية آخر اللمسات قبل ضربة البداية. أصحابكم أنا رؤوف خليف في نقل حي لأحداث مباراة اليوم. والكرة ملعوبة إلى الأمام، كرة طولية إلى الجناح ويلعبها إلى منتصف المنطقة. استخلاص ناجح، تدخل ممتاز وسليم بدون أخطاء. كرة طولية إلى الأمام، ستذهب الكرة إليه ويزول الخطر مؤقتا بعد التدخل السريع من المدافع على العرضية، ولكنها إلى الركنية. الدقة مطلوبة في تنفيذ الكرة. هذه رأسية جميلة، إن لم يحالفه الحظ في التسجيل من هذه الكرة. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، وتعود الكرة إلى القلب، وتخرج الكرة إلى الرمية التماس. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة بينية، سيتعرض لعقوبة تحكيمية على تلك المخالفة. بطاقة صفراء، كان يعرف أنه يستحقها بتدخله العنيف. إنها فرصة كبيرة من الركلة الحرة. مجهود رائع. فاتت ومرت ووصلت إليه. تسديدة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول أن يلعبها بينية. أمر الحكم بمخالفة وضربة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي بالتحدث إليه. كرة مقطوعة بامتياز. الكرة للأمام. شباك الفريقين نظيفة ولم تهتز حتى الآن. مخالفة موجودة وصافرة حكيمة. كرة طولية من الحارس. من يقدر على
كرة ثنية إلى الأمام. كرة طويلة وعالية على الرواق. واندفاع كبير يستخلص الكرة بنجاح. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. لا يزال التعادل السلبي قائما وتبقى النتيجة غير محسومة بين الفريقين. يلعبها بينية ساقطة إلى الخط الأمامي. والهدف في الوقت بدل الضايع من الشوط الأول. شاهدنا لحظات عبقرية من كرة القدم ومن لاعبين عباقرة تدربوا كثيرا وزادت قوتهم في التدريبات، ومن الجميل مشاهدة نتيجة التدريبات على أرض الواقع في المباراة. نتابع المباراة والنتيجة الآن 1-0. توزيع ناحية اليمين وكل تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، والثناء كذلك على حسن أداء لاعبي وسط الميدان. هو الفارق الضئيل، هدف لصفر بين الفريقين. مخالفة واضحة وركلة حرة يحتسبها الحكم. والعرضية أبعدوها بشكل جيد. سيسدد، لديه الفرصة. وتسلل آخر. تغيير اللاعب على الرواق. أعتقد اللاعب كان متقدم. نعم، تسلل. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. كرة على الرواق. عنده مساحة خالية على الطرف. الكرة الطولية إلى المساحة الفارغة. تلعب الكرة ناحية اليمين. وسيلعبون رمية التماس. تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور. الكرة للمنطقة الأمامية. كرة طولية في المساحة الخالية. والكرة إلى خارج المنطقة. يلعبوها للأمام.
قوي، هذه هي لقطات الحماس والجمال، هذه هي كرة القدم في كل الدلال. يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة، يلعب كرة طولية، ينطلق بمجهود فردي، يحاول لعب كرة بينية غدارة، تدخلات دفاعية بكل الفاعلية، قطع الكرة بشكل سليم ومنع الخطورة بأسلوب عظيم. كرة طولية إلى الأمام، قد تكون هذه فرصته، فرصة للتسجيل. راية التسلل ليست مرفوعة، تسديدة إلى المرمى، كرة هدف، جول. أصبح الفارق مريحا الآن بتقدمهم بفارق هدفين. يمكن استغلال المساحة إذا كانت التمريرة جيدة، فقد كانت سريعة ودقيقة ولذلك كانت ناجحة. أصبح هذا هو هدف في سجله في هذه المباراة الآن. سيتم إجراء تبديل الآن حسب ما أرى بجوار خط التماس. يلعب كرة إلى اليسار، يحاول فك دفاعات المنافس. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة طولية إلى الأمام، ضغط قوي وينجح في استعادتها. أزال الخطر مؤقتا، يبحث عن زميله، جدار دفاع رهيب، تركيز دفاعي مرعب. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبها بينية أرضية، وقاموا بتشتيت الكرة، تمريرة بذكاء، سدها الدفاع. هذه مخالفة، قرار صحيح. اعتراض رائع، منع الندم وجنب الألم. عمل راية على الجهة اليمنى في انتظار الكرة العرضية، تم إبعادها بصورة ناجحة، فشلوا في الاستفادة من هذه النهاية. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة، تعرض للشد وحصل على ركلة حرة. يحاول لعب كرة بينية غدارة، هل يمكنه تسجيل الهدف؟ وسيسدد الآن بالتأكيد، هدف آخر. إنهم متقدمون بفارق 3 أهداف وقد تنتهي المباراة هكذا. لم يتعامل الحارس مع الكرة بالشكل المناسب ودفع فريقه الثمن. ناحية اليمين، كرة جميلة، فرصة سانحة للتصويب. يلعب كرة بينية وصلت إليه ويسدد، لم يخاطر على الإطلاق. تنطلق الصافرة، انتهت المباراة، فاز الفريق بالمباراة ليتأهل لقادم الأدوار. يثبت الفريق قدراته الدفاعية بشباك نظيفة.